الآن إلى زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إلى إحدى اللجان الانتخابية لتغطية وقائع العملية الانتخابية لهذا اليوم الكبير في دولة الكويت. وهذه مشاهدينا الكرام نقل مباشر لزيارة معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، حيث سيتفقد العملية الانتخابية وسير هذه العملية، وكذلك للوقوف على الكثير من الاشتراطات الصحية، وكذلك ما قامت به جهات الدولة الرسمية لضمان سير هذه العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة لجميع المواطنين والمواطنات. ولا شك بأن مشاهدينا الكرام لا تألو الحكومة جهدا في ضمان سير هذه العملية الانتخابية في ظل جائحة كورونا كوفيد-19، في ظل ظروف استثنائية لا شك تمر بها البلاد والعالم أجمع. الآن معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في إحدى اللجان الانتخابية في الدائرة الثالثة يتفقد سير العملية برفقة رجال وزارة الداخلية للاطلاع على كافة الاستعدادات والتجهيزات المرتبطة بعملية الإدلاء بالأصوات من قبل الناخبين والناخبات في جميع الدوائر الانتخابية. ولا شك بأن مشاهدينا الكرام هذه الانتخابات كما ذكرنا قبل قليل بأنها تمر في ظروف استثنائية لتحدث تتوجب علينا أخذ الحيطة والحذر واتباع كافة إرشادات وتوصيات جهات الدولة الرسمية في التعامل بكل حذر وبكل مسؤولية لاستمرار هذا اليوم بشكل آمن وشكل نعم. وهذا معالي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح يدلي بصوته الآن في إحدى الدوائر الانتخابية في الدائرة الثالثة. ولا شك بأنها هذه الديمقراطية، هذه ديمقراطية الكويت بالفعل تعكس صورة هذا الوطن العظيم لجميع الدول في العالم وجميع المناطق وفي جميع المشاهد. ديمقراطية حقة لا تفرق ما بين المواطن والمسؤول، وديمقراطية جعلت من هذا البلد أسرة واحدة كمنزل واحد كمسؤولية واحدة. ودائما دائما ما نردد هذا الشعار الذي اتخذه تلفزيون دولة الكويت لانتخابات أمة 2020 بأننا دائما معا سنصنع المستقبل. معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح يدلي بصوته الآن وعلى الهواء مباشرة من إحدى اللجان الانتخابية في الدائرة الثالثة. نعم، ولا شك بأن كما ذكرنا قبل قليل مشاهدينا الكرام بأن هذه الانتخابات تمر في ظروف استثنائية وظروف خاصة بالنسبة لما يمر به كذلك العالم الأجمع، ونحن كذلك جزء من هذا العالم بظروف صحية واشتراطات صارمة ل الخدمة الوطنية. بارك الله فيك، بارك الله فيك سعادة الشيخ.
نعم، وكما شاهدتم مشاهدينا الكرام هذا الحديث الذي دار بين معالي رئيس مجلس الوزراء وأحد القائمين على إحدى اللجان الانتخابية في الدائرة الثالثة. هذه الجولة يقوم بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح من أجل تيسير كافة الأمور لسير وضمان هذه العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة لجميع المواطنين والمواطنات الناخبين والناخبات في جميع الدوائر في دولة الكويت، ولا شك بأنها ستكون إن شاء الله انتخابات مميزة ومتميزة بالتزامنا بالمشاركة والتزامنا كذلك بتوجيهات السلطات والجهات الرسمية في الدولة للعبور بدولة الكويت إلى مستقبل أفضل ومستقبل أجمل. شباب معي يلا طول العمر جاهز ترى. شباب معي مساك الله خير طال عمرك. هلا وسهلا. يا هلا. الله يحفظك. يعني اليوم عرس انتخابي هذا الكل ما شاء الله قاعد يسوي طول الله الحمد الرجال والنساء، يعني شنو حابب تقول في هذه المناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا سعيد اليوم باللي أشاهده، سعيد بترتيب والتجهيز اللي قاعد أشوفه. إحنا خلال 60 سنة مرت علينا يعني الانتخابات، لكن هالسنة مع الأزمة الصحية واشتراطاتها والإجراءات المطلوب اتباعها يعني يقتضي الواجب أن نتقدم بجزيل الشكر إلى أخواننا في وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإعلام على الجهود الكبيرة اللي قاعدين يقومون فيها. أنا جدا سعيد ومبعث سعادتي التقارير اللي تصلني عن يعني المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واختيار إن شاء الله يعني من يمثل الشعب الكويتي في مجلس الأمة للعمل على استكمال مسيرة طويلة، وإن شاء الله يعني نحتفل كلنا في انتهاء اليوم الانتخابي بمشاركة كبيرة وبالتزام بالإشراطات الصحية. يعني احنا قاعدين نشوف الإقبال الكبير على الانتخابات، يعني نرجو الالتزام بالإشراطات الصحية وحتى بعد الانتخاب وبعد ظهور النتائج البعد عن مظاهر الاحتفال والتجمع، لأن يعني المكسب الحقيقي أن نظهر بلا خسائر من هذه الانتخابات ونحافظ على الصحة العامة في البلد. فأسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما في خدمة الكويت. بارك الله فيكم. وفيك إن شاء الله. سمو الله يطول بعمرك. يعني سموك لو كلمة أو نصيحة أخيرة قبل لا نختم. يعني الإرشادات الصحية فرضت علينا إجراءات لازم نلتزم فيها. أنا أعرف أن يعني الجميع حريص على هذه الإشراطات الصحية، لكن في العملية الانتخابية وبعد العملية الانتخابية التقيد بالإجراءات والإرشادات الصحية إن شاء الله راح تساعدنا جميعا إن شاء الله. فأنا كلي ثقة بأن إخواني وخواتي حريصين على الالتزام بالإشراطات الصحية حتى بعد الانتخابات ومظاهر الاحتفال إن شاء الله تكون عبر الاتصال وليس عبر التجمع. شكرا لك. الله يطول عمرك. مشكور الله يحفظك.